نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مرئيس القناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، عايزين نطمن على مران الفريق النهارده واستعداداته لمواجهه كانو سبورت بعد غد باذن الله. كالعاده امير طبعا الاستعدادات كلها جديه وروح معنويه مرتفعه جدا للاعيبه النادي الاهلي بالتحديد والجهاز الفني بعد العروض المميزه والجديه والاصرار اللي احنا بنشوفها وشخصيه النادي الاهلي اللي بناكد عليها في كل المباريات، بتضايق حافز كبير جدا. وايضا كمان النقطه المهمه امير قبل ما اتكلم في التدريب وهو جمهور النادي الاهلي، عايز انقل لك كل لعيبه النادي الاهلي في قمه سعادتها وعندها تركيز كبير لحضور الجماهير اللي ان شاء الله بنتمنى الفتره اللي جايه وبطوله الدوري العام يكون في حضور ولو عدد بسيط، زي ما بنقول لو العدد بسيط لكن جمهور النادي الاهلي غير، بيكون دافع وحافز ليه كل اللعيبه. وزي ما شفنا المباراه الاخيره مباراه الزمالك اللي ادى فيها جمهور النادي الاهلي رساله كبيره جدا، فان شاء الله باذن الله منتظرين من جمهورنا الكثير في مباراه العوده اياب دور ال 32 الاهلي وكان سبورت ان شاء الله باذن الله على استاد برج العرب، يتزين الاستاد بالجمهور وان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يخطو خطوه اماميه لدور المجموعات ان شاء الله باذن الله. النهارده امير كالعاده التدريب مستر ريني بايلر، التدريبات اللي بتسبق الماتشات بيكون كله تدريب خططي وتصحيح بعض الاخطاء، وده اللي كان الراجل شغال عليه بشكل كبير جدا في التدريبات. بالنسبه ايضا للتمركزات خط الدفاع خط الهجوم الراجل بيحاول ان هو يشتغل بشكل كبير، وفي استجابه سريعه للاعبين زي ما بيقول استجابه لمستر رينيه بايلر، في استجابه ايضا كمان لحراس المرمى ومستر ميشيل ايضا كمان مدرب حراس المرمى، الراجل انسجم سريعا جدا زميلي امير، وايضا كمان حراسه المرمى وحراس المرمى بالتاكيد يمكن كل الحراس، انا مش عايز اتحدى لكن كل الحراس في استجابه كبيره في تحدي كبير في منافسه كبيره جدا وقويه جدا في حراسه المرمى، لكن اكيد بتبقى الرؤيه الفنيه للجهاز الفني المستر ريني بايلر الكل بيجتهد لخدمه النادي الاهلي. الحاجات المطمئنه ايضا كمان يا امير وبناكد عليها من خلالك خلال البرنامج ومن خلال قناه الاهلي وهو وليد ازارو، اللي بتمنى له ان شاء الله يكون في قمه تالقه في حاله دفع بيه، في حيره كبيره للجهاز الفني صلاح محسن هل وليد ازارو، لكن رؤيتنا امير يعني نسبه كبيره وليد ازارو هيكون نسبه كبيره جدا في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي. التشكيل الاساسي ده لابدينه من التدريبات ومن التحفيز والتركيز والتعليمات المستمره لريني بايلر لوليد ازارو وبعض الضغط طبعا في ثلث الملعب الامامي، يمكن الراجل واضح رؤيته والراجل بيقرا القراءات قويه جدا وهامه جدا للمباريات، الراجل اكيد حاطط واجبات جديده لوليد ازارو سواء واجبات هجوميه ودفاعيه، وده اللي بنتمناه وبنامله لوليد ازارو واحد من النجوم النادي الاهلي ان شاء الله يستعيد مستواه من جديد باذن الله، كمان يكون كالعاده اهداف لفريق النادي الاهلي دوري صعب وبطوله صعبه وبطوله افريقيه صعبه محتاجه كل اللاعبين يا امير، وايضا كمان التجهيز للكل، يعني الراجل كان الفتره اللي فاتت بيحاول ان هو يبقى في فصل شويه لبعض اللعيبه المستبعده اللي ما بتشاركش في المباريات، لكن من الواضح خلال اليومين اللي فاتوا بالتحديد الراجل بيجهز كل اللعيبه لان من كثره الاصابات او الاصابات طبعا اللي يمكن بتقابل بدله كبير جدا للجهاز الفني، فمحتاجين ان الكل ان شاء الله يكون جاهز، وده اللي بنشوفه في ملعب بمختار التتش ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق في مباراه الاهلي وكان سبورت. نقطه مهمه كمان يا امير، بكره مش هيكون في تدريب استاذ مختار التتش، التدريب هيكون في الاسكندريه كالعاده، النادي الاهلي بيتدرب كخمسه او اربعه عصرا ثم يتوجه الى معسكر مغلق، لكن بعد التنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني تم خلاص الاستقرار على السفر غدا بدون تدريب، والتدريب ان شاء الله الاخير لفريق النادي الاهلي يكون في ملعب الفرع لاستاد برج العرب او في احد الفنادق طبعا اللي بيكون فيها النادي الاهلي، ان شاء الله الامور كلها تكون في مصلحه النادي الاهلي. بالتالي السفر الساعه كام يا كريم بكره ان شاء الله؟ يمكن السفر خلاص يعني ممكن نقول الساعه 10 او 11 الصبح النادي الاهلي يتجمع الاهلي الكبيره ويتوجه مباشره الى الاسكندريه، على ان كل التدريب ان شاء الله كالعاده تمام الساعه الخامسه، تدريب اكيد هيكون اخير في لمسات اخيره في تشكيل ان شاء الله باذن الله كل الامور امير تطبق مصلحتنا، لعبتنا تكون في الميعاد، جمهورنا يكون في قمه حماسه وتشجيعه، ان شاء الله كالعاده نفرح باذن الله بعد هذه المباراه ان شاء الله. طيب كريم، فيما يتعلق باليو ديانج وانت قريب من التدريبات، هل تابعت النهارده اليو ديانج وقدرت تستشف مدى امكانيه تواجده في التشكيل الاساسي او الاعتماد عليه كبديل في مباراه كانو سبورت؟ يمكن دي النقطه اللي انا كنت بكلمك فيها في البدايه، ان هو الراجل بيجهز الكل، بيجهز اليو ديانج واضح يعني الراجل بيحاول ان هو يعني يحط اللعيب في المكان اللي هو يقدر يفيد بيه النادي الاهلي، وفي نفس الوقت اللعيب يظهر بشكل مميز ويظهر بشكل جيد، دي من الحاجات اللي الواحد لمسها مع مستر فايلر من اوائل اليومين اللي متوقع بشكل كبير ان يكون في عدد كبير من اللاعبين ظهور جديده لم تشارك في المقابله الاساسيه في النادي الاهلي، وايضا بيكون في نقدر نقول اليو ديانج
الا من الوارد ايضا التدريب الغد يكون في اي حاجه، لكن من الوارد ان الراجل حابب ان هو يشوف اللعيبه وبياكد الراجل على طول انا مش هبص للتقارير، انا هحاول انا ابص على لعيبه ارضيه الملعب، ودي حاجه تحسب للجهاز الفني تحسب لمستر مين بايلر، لان على الطبيعه الموضوع بيكون مختلف بشكل كبير، ممكن الامور تكون ظروف ما حكمتش ان اللعيب يكون متواجد مستمره، لكن على ارضيه الملعب والمباراه دي بالتحديد بتخلي الراجل يحسب بشكل كبير. فان شاء الله باذن الله كل اللعيبه اللي ما حكمتش فرصه خلال المباريات الماضيه باذن الله مجرد وجود ان يكون في فرصه ليها تكونوا متالقين ويحجزوا ليهم ان شاء الله مكان في التشكيله الاساسيه لفريق الاهلي ان شاء الله. طيب كريم، فيما يتعلق بمحمد محمود وسعد سمير، هل بيشاركوا في التدريبات بشكل كامل بما فيها التقسيمه ولا لسه ما دخلوش في التقسيمه اللي بتبقى مع نهايه كل مره؟ يمكن نقدر نقول يعني الموضوع تدريجي شويه، يعني طبعا هم الالتحامات بتبقى قويه جدا في التقسيمه زي ما بنأكد، لان الحماس والجديه هي اللي غالبه على اللاعبين، لكن التدريبيه يمكن نقدر نقول بياخدوا 70 و85% من التدريب بالكامل. دي مرحله كبيره جدا ومرحله كويس جدا فيها بشكل كبير، فمن الواضح ان شاء الله باذن الله يعني نقدر نقول خلال بعد المباراه دي او خلال اسبوع او 4 ايام نقدر نشوف سعد سمير باذن الله يستعيد قوام جديد محمد محمود اللي الناس منتظراه طبعا بشكل كبير جدا باذن الله ان هو يكون متواجد واحد من اللعيبه المميزه، لكن اقدر اقول لك ان هو تدريجيا يعني قرعه بتتوزع بالنسبه لتدريبات الكره والتدريبات اللي فيها طبعا اشتراكات او فيها التحامات بتتوزع بشكل كبير، لكن ان شاء الله باذن الله كل لعيبه تعود من جديد بمروان باذن الله يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله تعود من جديد لصفوف النادي الاهلي وتشارك الاستمرار والفرحه الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. زميلنا المتالق دائما كريم احمد مراسل قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي والمتكامل فيما يتعلق باخر اخبار الفريق واستعداداته لمباراه كانو سبور.